أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون من نور الطاعة
منا في ذلك العبرة. معلش 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 انا ما بطلبش الا انت مش عارفنا بحاجه خالص بالله عليك هقومهم عليك بسم الله Thank you.
أخرج من الماء
يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم كمان. ربنا يشرح صدرك كده زي ما انت مريحنا. يشرح صدرك ربنا يا رب. جبر الخواطر على النار. الله أكبر بسم الله. الله 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 الله.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. عايزين شوية صلاة بس اختمنا بيهم حتى. وصلي
شاء الله. الله يفتح عليك. صوتك ابدا 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 يا رب. تبتان. ربنا يبارك لك. تبتان. ربنا يريح قلبك زي ما بتريح قلبنا كده يا رب. والله العظيم انت ما تحرمنا من حاجه. اهدنا الصراط المستقيم من اول الفتحه صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليك يا رب. ذلك الكتاب لا ريب فيه غدر تعملها. الله. أي والله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله. يا خلاق يا مالك
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا يا سادة ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي رقم تليفونية 21-30-600 ونقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد العناد عدلان بشرشابة أما الإمام حديثا إدارة أولاد أبو حسين بشرشابة. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء أو كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عم الحبيب.